ازيك يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن جديد على هوم سينما. رجعنا بفيديو جديد وحلقه جديده وتريلر اللي احنا هنعمله رياكشن النهارده هو فيلم مارفل او عالم مارفل السينمائي الجديد وهو ديدبول اند وولفرين. قبل ما نبدا حلقتنا ما تنسوش تكون عاملين سبسكرايب للشانل بتاعتنا واللايك والشير، ويلا بينا نبدا حلقه. فيلم ديدبول او فيلم ديدبول اند وولفرين هو الفيلم الجديد لعالم مارفل السينمائي، وهو من كتابة ومن اخراج شون ليفي، وهو نفس المخرج اللي اشترك قبل كده مع رين رينولدز في اعمال تانية زي فيلم دي ادم بروجيكت وفري جاي. ادم بروجيكت ده كان اخر فيلم كان عامله، رجع لنا بفيلم جديد من عالم مارفل السينمائي. خلاص ديدبول بقى هو في عالم مارفل السينمائي وهيكون معاه وولفرين المرة دي. من الحاجات اللي انا متحمس لها جدا، وانا شايف من وجهة نظري ان مفروض يعني ان فيلم ديدبول اند وولفرين يكون هو التو النجاة لعالم مارفل السينمائي، لان مارفل رايحة في مكان بصراحة مش حلو خالص. حتى امبارح احنا اتكلمنا، والاول امبارح احنا اتكلمنا في اللايف بتاعنا على موضوع عالم مارفل السينمائي رايح في مكان صعب خالص يعني. فمفروض ان الفيلم ده بقى هو تو النجاة بتاع عالم مارفل السينمائي. وطبعا كالعادة ما اشوفش التريلر ولا مرة، اشوفه معك دلوقتي اول مرة فيلم ديدبول اند وولفرين. يلا بينا. This Wolverine let down his entire world. Bro, what's haunting you, or should we wait for a third act flashback? Go fuck yourself. Not saving worlds, but you do. Boys are so silly. Talking about big. Let's fucking go. About Bolivian marching. Do you want to build a snowman? Yes. Okay. Wow. I'm speechless. لأن يعني بصوا أنا كنت ماشي تمام التريلر لحد الآخر، يعني لحد نص التريلر ما كنتش متحمس قوي. لحد الآخر أنا شفت يعني حوار البورتل ده بتاع دكتور سترينج، أنا حرفين كنت حنط من على الكرسي يعني. انا بصوا مبدئيا كده التريلر الاولاني انا كنت شفته، ما عشان كده ما عملتوش تريلر رياكشن، فده الاوفيشال تريلر مبدئيا. فالله اعلم لو هينزلوا تريلر تاني ولا لا، بس طبعا لو هينزلوا تريلر تاني ده وش هتفرج على التريلر وهعمله تريلر رياكشن. فاحنا خلينا كده واحده واحده نفصص مع بعض ونشوف يعني المفاجاه اللي مارفل المفروض عملها لنا وتطبخ على نار هادئه زي ما بيقولوا. موضوع ان لوجان رجع تاني لعالم مارفل السينمائي، او فكره لوجان، رجوع شخصيه لوجان ده اصلا لسه لحد النهارده مش مشروح 100%. يعني ده لسه مش مشروح 100%. هو مفروض ان هو ده يعني على حسب فهمنا للتايم لاين بتاع مارفل تقريبا، ان ده مفروض ان ده فاريانت بتاع لوجان. يعني ده مش لوجان بتاع فيلم لوجان، ده مفروض فاريانت لوجان على حسب فهمنا، لان مارفل تكون مثلا محضر لنا مفاجاه تانية. الله اعلم، ممكن تكون احداث الفيلم ده تبقى قبل لوجان، ممكن تبقى بعد لوجان، ممكن ده فاريانت لوجان زي ما انا قلت. يعني في حاجات كتيره يعني لسه محتاجين ان احنا نفهمها اكتر لما نيجي نتفرج على الفيلم. اول ظهور ما بين ديدبول ولوجان ده جامد فشخ يا جماعه، يعني في نقر ونقير هنشوفه في الفيلم ده بصراحه رهيب. سمايل ويت فور ذا فلاش انترستنج. تقريبا في المشهد ده على ما اظن، يعني تقريبا في المشهد ده ما اعرفش، ممكن يكون لوجان متخدر. هو عامه انا حاسس ان المشهد ده موجود في عالم بتاع تي في اي، يعني في العالم بتاع لوكي. وحتى برضو شفنا حاجة ريفرنس للوكي هنرجع هنجيلها بعدين. يعني ستاند اوف ده جامد فشخ، يعني ووك اوف فيم حرفيا، يعني الستاند اوف ده فشيخ ما بينهم هما الاثنين. حوار ان هو بيقول له هو ممبر اوف ذا اكس مان، وفعلا بيقول له ان هو ذا اكس مان، يعني هو ده انت يا باشا، ده انت لوجان، يعني ده انت المفروض انت الفرانشايز بتاع اكس مان يا باشا، انت بتتكلم في ايه؟
وعلى فكره برضو للناس اللي مش عارفه، يعني ظهور ديدبول مع لوجان في الفيلم ده مش اول ظهور ليهم مع بعض، هما ظهروا قبل كده مع بعض في اكس مان اوريجينز تقريبا اللي كان زمان قوي ده، كان في حتى شخصيه ديدبول بس بعد كده يعني كنسلوا الفكره وبعد كده جم عملوها بعد كده بيبقى ب 10 سنين ولا 15 سنه. يعني الديدبول دي لما بيقتل الناس حاسس ان هو بيقتل الناس بتوع التي في اي، دول الناس بتوع التي في اي، فده برضو في علامات استفهام كتيره فشخ. هنا بقى نقف ونقول هو ده انا بالصدفه وانا بقلب، انا الحته دي ما خدتش بالي منها في التريلر، مش عارف ازاي هي جت في ثانيه. هو مش ده انت مان؟ بس انت مان ايه ده؟ يعني ده المفروض ان هو الماسك بتاع انت مان. وفي حاجه برضو الكاركتر ده، ده ايه ده؟ لا مؤاخذه، هو ده شيطان؟ هو ده مفيستو؟ هو ده مفيستو الشيطان؟ هو اصلا شايف ديلو وشايف قرون فده شيطان، هو ده مفيستو؟ والله ممكن ما استبعدش. وفي واحده هنا برضو عندها نفس الكلاز بتاعت لوجن، مش هو في ايه يا جدعان؟ الشخصيه دي اللي معانا انا لسه حد دلوقتي برضو مش عارف هي مين، يعني برضو ما اتقالتش صريحه، هل هي فاريانت لذا انشنت وان ولا هي اخت بروفيسور اكس؟ صح، مش عارف يعني لسه مش عارفين، يعني ممكن دي تكون مثلا الفاريانت بتاعت بروفيسور اكس مثلا، او تبقى ممكن تبقى اخت بروفيسور اكس. يعني المفروض الناس بتوع الكوميك بوكس يفيدونا بقى في الحاجات دي. لقطه التريلر، يعني دي انا بالنسبه لي لقطه التريلر البتاع اللي اتعمل ده، يعني معناها حاجه واحده بس، ان يا اما هيظهر دكتور سترينج يا اما هيظهر وانج اللي هو السورسر السوبريم اللي مع دكتور سترينج، حاجه من الحاجتين دول. اصل البورتال ده هيتفتح ازاي؟ لا مؤاخذه، الا اذا البنت دي ممكن تكون زي ما انا قلت هي دي انشنت وان، او هي فاريانت بتاعه دي انشنت وان، يعني ممكن. انا شايف من وجهه نظري دي اهم لقطه في التريلر كله، حته ان هم يفتحوا البورتال وهيخشوا بقى العالم بتاع مارفل. الله اعلم الفيلم ده مخبي لنا ايه، يعني ما اعرفش. يعني انا سمعت طراطيش كلام، وفعلا اتمنى ان ده ممكن حاجه زي دي تحصل، ان هم في لما هيجوا يجامبوا في عالم مارفل، لما يروح المالتي فيرسز والحاجات التانية، هيخشوا في افلام مارفل اللي هي ايترنالز وكابتن مارفل، من الاخر يعني الافلام اللي هي ما جابتش نجاح لعالم مارفل وعايزين يمحوها من عالم مارفل اصلا، ويبداوا بقى على نظيف. ده اللي انا سمعته، الله اعلم ده فعلا هيتنفذ في الفيلم ولا لا، بس النطه دي ذات نفسها ان هو هيبداوا يخشوا في عالم مارفل السينمائي عامه، لان ده مفروض اول ظهور خلاص لديدبول في عالم مارفل السينمائي، وان هو خلاص بقى الكاركتر بتاع ديدبول ده هيخش في عالم مارفل. ف ممكن يخش في يبقى في اند جيم، ممكن يخش يبقى في انفينيتي وور، يعني انا بتكلم حتى لما يجي نط في المالتي فيرس ده، الله اعلم المالتي فيرس ده هيوديه على فين. يعني ديدبول ان وولفرين رسميا هينزل السنه دي في 2024، وده يمكن يكون من اهم الافلام اللي احنا مستنيينها السنه دي في 2024. معلش للناس المحنكه اللي زي حالاتي واللي زي ناس كتيره جدا، يعني برضو عايز اقول الحته الاخيره دي، الحته دي وهم بينطوا، يعني لو تلاحظوا كويس في حاجة بيربل هنا، يعني في حاجة بيربل هنا، الحاجة البيربل اللي هنا دي يعني ممكن تبقى صح ممكن تبقى حناكة مني ممكن تبقى غلط. الحاجة البيربل دي لو تفتكروا في سبايدر مان نو واي هوم، دكتور سترينج لما كان بيحاول يرجع السبال تاني في الاخر خالص، نفس اللون ده ظهر في السماء. فالله اعلم ده ميبي ده دخول وحش جديد، ميبي حاجة ليها علاقة برضو بالتي في ايه، مش عارف، حاجة ليها علاقة بجاردين اوف ذا جالاكسي، ما اعرفش يعني، مش عارف. انا اتمنى ان يبقى في تريلر تاني قبل ما الفيلم ده ينزل، وتقريبا الفيلم ده هينزل في يوليو، وبالتأكيد فعلا زي ما قلت هو الفيلم هينزل في 26 يوليو في السينمات في العالم، وده زي ما قلت ده اكتر فيلم الواحد مترقبه، او واحد من اهم الافلام اللي الواحد مترقبها السنة دي في 2024. 26 يوليو يعني ما قدامناش كتير، يعني انا نسبة ترقبي للفيلم ده 9/10، بس هزعل قوي 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 لو الفيلم ده مش هيكون على قد التوقعات. انا بالنسبة لي حتى الجزء التاني بتاع ديدبول كان على قد ما هو حلو وبيضحك وكل حاجة، بس بصراحة ما كانش احسن من الجزء الاول. انا بالنسبة لي ديدبول الجزء الاولاني كان احلى بكتير جدا من الجزء التاني. اتمنى ده يكون على قد التوقعات، يعني وفكرة رجوع وولفرين فعلا في العالم بتاع مارفل يعني يكون ليها يعني حاجة، يكون ليها قيمة، يعني مش مجرد مطلعينه يعني زي ما بيقولوا اضحوكه، او مطلعينه ميم، او مطلعينه ان هم يقفوا عليه وبعد كده يخلصوا من الكاركتر.
انا اتصور ان لوجان هيكون موجود في الفيلم ده وبعد كده ما اعتقدش ان هو هيطلع تاني. ده انا مش شايف من وجهة نظري، ما اعتقدش ان هو هيطلع في افلام تانية الا اذا ممكن بعد كده بقى جو بقى ان احنا هنطلع لك فاريانت ومش عارف ايه وهنطلعه تاني، ما اعرفش، بس حاسس ان ده ممكن يبقى الظهور الاخير ليه يعني، شايف من وجهة نظري. وبعد كده مارفل بصراحه بقت بتعمل حاجات غريبه، فمش عارف بصراحه. عامه انا نسبه ترقبي للفيلم ده 9 من 10، 9 من 10. اتمنى ان هو يعني اكسبكتيشن اهو في السماء، اتمنى ان هو ما يغزلناش يعني. بس ما عنديش حاجه تانية اقولها عن ديدبول اند وولفرين. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، وما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التاني اسمه هومالون وتيك تو، هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا فولو لايك على فيسبوك وتيك توك وانستغرام برضو هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.